السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذ البكالوريا. اليوم 17 ماي، اول نهار في رمضان. ان شاء الله رمضانكم مبروك. ناس كوليكا، حبيت سريعا نعطي نصائح مادام مازالنا تقريبا 20 يوم على البكالوريا، شنو تعمل بالضبط؟ باهي، النصائح هي موجهه بالاساس للتلامذه الضعاف المتوسطين، لانه التلامذه الباهين بصفه عامه يعرفوا شنو يعملوا، برنامجهم مسطر ديجا وخدمتهم واضحه. باهي، الكلامي بالاساس موجه للزوز هذوما، التلامذه الضعاف والتلامذه المتوسطين، لكن حتى تنظر الباهين يستفادوا منها. باهي، الحكايه باش نقول لكم اربع كلمات تاني. واحده الاولانيه هي السر الكبير على الاخر للنجاح، اللي هو كنز النجاح، وثلاثه الاخرين مبنيين على الكنز الاولاني. باهي، شوف، اني قريت الاف التلامذه على معناها مدار ال 14 سنه اللي فاتت ومن كافه ولايات الجمهوريه. النجاح مربوط في الماتيريا برانسيبال، وهذا هي الكنز اللي قلت لك عليه. قول لي واحد يعرف الحكايه دي. شوف، لاحظ انه اي واحد مدوبل عم ناول، شوف قول له قداش عندك في المواد برانسيبال، المواد الاساسيه، تلقى نوتاته خايبه. واي واحد ناجح تلقى تقريبا المعدل في المعدل بتاعه في المواد الاساسيه هو بيدو المعدل بتاعه العام، معناها نجاح في المواد الاساسيه. اي كي هذه حقيقه يعرفوها الناس كوليكي، علاش نعمل فيها قهوه خامي وكنز وحكايات وكذا. شوف، الناس تعرفها لكن في التطبيق ما تطبقهاش وما تاخذش بعين الاعتبار جمله واحده. معناها اني راه توا برشا وحيد يبداو يتهافتوا على الانفورماتيك وكذا. نسال سؤال، الانفورماتيك متى برانسيبال ولا مش برانسيبال؟ هي اوكي مهمه، متفاهمين على الاخر اني مهمه وكذا، والفرنسي والانجلي كلهم مهمين، بالعكس هذوما اهم برشا من المواد الاساسيه اللي تقراو فيها. لكن توا امور حسابات، واني قلت كلامي وجهه تلامذه ضعف، معناها بتاع يلعب على البلاس، ينجح ولا ما ينجحش. باهي، دونك مادة الانفورماتيك ما تي برانسيبال ولا مش برانسيبال، دونك ما نعطيوهاش أهمية أكثر من قيمتها. دونك ركز لي في المواد الأساسية أكاهو تو تنجح، كاهو مادة أساسية كاهو تو تنجح. باهي، شوف أنت شنو شعبتك، باهي حتى لو كان فما تي بيات داخلين في المواد الأساسية، أنت تعرف وين نعرف تي بيات ميكانيك وإلكتريك كيفاش تعداو، تي بيات الانفورماتيك زاد نفس الحكاية. دونك ركز لي في المواد الأساسية. باهي، معناها عمليا لازمك تتبع الكنز هذا. توا اذا كان عرفت الحكايه دي، شنو لازمك تعمل؟ توا تاخذ المواد الاساسيه بتاعك وتحط، هذه نصيحه ثانيه، تحط تكتبهم في ورقه لي شابيتر. فما ثلاثه انواع في المواد الاساسيه، ثلاثه انواع تاع شابيتر. فما شابيتر انديبوندون اللي هو ما عنده حتى علاقه بما سبق، دونك تاخذه كما هو تريفزو كذا. مثلا نومبر كومبلكس في المات ما عندوش علاقه كبيره بحاجات قديمه، ما عندوش علاقه كبيره بحاجات تجي بعد، كيف جو دون ليسباس. هذوما يسمو لي شابيتر انديبوندون، تبدا بهم هما تركحهم، الماتريس كيف الاريثميتيك كيف، هذوما لي شابيتر انديبوندون. باهي، ثم توا تيب اخر من لي شابيتر اللي هما يبداو ثلاثه اربع شابيترات ولا زوز مربوطين ببعض، هذه تلقاها في الفيزيك. مثلا ليرسي الار ال ار ال سي ليبر ال سي فور سي، هذوما يتيفزو مع بعضهم. فلتر باس با باس او اكتيف باسيف يتيفزو مع بعضهم. اوند انتراكسيون اوند ماتير يتيفزو مع بعضهم. هذوما شابيترات عندهم علاقه كبيره ببعض. باهي، مثلا الار سي والار ال والار ال سي والار ال سي فور الار سي ليبر والسي فور سي تيفزو مع بعض. واحد يقول لي يا اخي ما عندهمش علاقه كبيره ببعضهم اظن. اوكي، لكن نفس لي فورمول تقريبا يتعاودوا، نفس لي كيستيون، نفس كل شيء. فوالا، دونك هذه النوع الثاني قلت لكم شويه شابيتات مرتين من بعضهم. النوع الثالث انه حكايه من اول عام لاخر عام انت تقرا فيها، ولا هذيك خلاها في المرحله الاخرانيه، كيما الاناليز كيما الشيمي. فما شيء الحقيقه في الشيمي ثم البيلا داك شابيتر انديبوندون نجم تركح فيها امورك، معناها ثم ستيريفيكاسيون هيدروليز شابيتر انديبوندون. فما فازات كيكا خاصه جماعه الانفورماتيك، دونك ساهلين على الاخر الشابيتر تاعكم ما عندوش علاقه كبيره ببعضهم. اما سينون الاناليز مثلا راهو مربوط ببعضه، خليه هذاك في الاخر بكل كي. باهي، توا النصيحة الثالثة، هذيك النصيحة الثانية كانت حكاية التركيز كذا. النصيحة الثالثة باللي ما تمهمش روحك، يعني ندخل فيسبوك ونشوف هاو عملوا جروب فيسبوك، هاو درسنا اي شكون يحب يدير سيونس مع بعض، انا عامل جروب خاص شكون درسنا شكون كذا. تشتت روحك في الوقت هذا كول ايكايا وتقعد تدخل منها ومنها وتدخلها بعضها، شد حاجة برك. ايه بون، افضل حاجه اذا كان كنت مشترك في تقي اكاديمي راهي الموقع بتاعنا، وبالحق راه صدقا من غير حتى مبالغه تلقى اني عم ناول شو عملت لهم تلامذه ضعف، عملت لهم اوفر اسمه من الاخر وديما. تعرف معناها من الاخر وديما؟ ناخذ كل شابيتر نقول لك من الاخر عشان نحكي شابيتر هذايا وشنو الحاجات اللي ديما تجي في الباك، واضحه؟ عملت لهم هذايا من عم ناول. اثناش عملنا احنا؟ اثناش بدينا قبل بمدة من مارس، عملت لهم عرض اسمه دبة دبة. دبة دبة هذا نفس الحكاية تاع من الاخر وديما، اما اكثر قاعدين نمشيو باكثر
معناها كما نقول اريحيه، ماهيش زربنا الوقت. هذوما الزوز تلقاهم مسجلين في عرض المراجعه، تلقاها في السيت. هذوما افضل حاجه لو كانك انت مشارك في السيت. لو كانك ماكش مشارك في السيت، تلقى زي فيديوهات في اليوتيوب تلقاهم منظمين زاده في السيت وجراتويتمون. الفيديوهات تاع اليوتيوب تلقاهم جراتويتمون وتتفرج عليهم وتبذل مجهود انك تقيد الريزومي وكذا. وهذا اللي حاجتي بيه، وهذا تابع نصيحه ثالثه، انه راه اللي شبقى لك توا هو العمل على العمل الفردي بتاعك. معناها انت منع لي كتلميذ متوسط ولا غير، منع لي 4 سوايع عمل فردي، معناها وتكون انت عملت هذاك باش يقعد لك في مخك. راهو كانت كثرها دخلها بعضها ايتوديت وجروبات فيسبوك ودرسان وكذا، صدقني ما يقعدش في مخك حاجه كبيره من بعد. دونك خليك في ركز في الحكايه اللي قلت لك عليها. باهي، تابع زاد نصيحه، معلش اللي ظهر لي البنات قاعد تعمل في رفلي. باهي، تابع نصيحه الثالثه. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذكركم بها، كان جاء صحابي قال له يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قالوا امك ثم امك ثم امك ثم اباك. هذا الحديث تفهم منه البوح حكايته فارغه، لا تفهم منه انه الام برها اهم من البو. نفس الصيغه هذه نحب نقولها لكم في ريفيزيون. في ريفيزيون راهي الكيستيون ومن بعد الكيستيون ومن بعد الكيستيون بعد الريبونس. وهذه غلطه نرى فيها، كي تلامذة تعمل ريزومي وحدها ولا تريفز ولا كذا، تركز برشا على الريبونس وما تركزش على الكيستيون. وهذا اللي حاسي بيه، هذا الغلط معنا، اللي حاسي بيه انك تركز على الكيستيون اهم من الريبونس. شوف، هو الدفوار في الاخر شنو؟ مش ورقه بيضاء فيها كتيبه كحله ولا؟ يقول لي شو جبت جديد؟ الكتيبه الكحله هذيك شنو هي؟ مش كدي كيستيون، معناها لو كانك انت مركز على لي كيستيون وفاهمهم بالكدا وتعرف في كل شابيتر شنو هما لي كيستيون بوسيبل، لي كيستيون كلاسيك نجم يجيوك. كي تلقى دفوارك الكتيبه الكحله هذيك تعرف كيستيون تعرفها، دونك تهز لك المورال بالكدا وتنحي الخوف وكل شيء. دونك بالله ركزني على الكيستيون. انا فهم فرق كبير بين واحد يعمل ريزومي يقول الوادي ما يكتبها من اللوطا، وبين واحد كيعمل ريزومي يكتب ديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي ولا اون فونكسيون دو شنو، ومنها هي معناها يكتب خذ الكيستيون في كيما ديتيرميني ليكواسيون ديفيرونسيال. هذه النصيحه الثالثه. النصيحه الرابعه اللي هي مهمه جدا، انه استحفظوا على رواحكم. صح، ولكن نقص بدنيا. معناها بالنسبه للناس مش صلي في الجامعة ما صليش تحت الكليماتيزور، الناس اللي ديما تبل في شعرها ما تخرجش في الهواء، راهو الصحه مهمه عليك في الفتره هذيا. وحتى كان تحس فيها شويه تشقنيس الحكايه، اما استحفظ لي على روحك، خاطر نهارين مريض ولا جريز مكتوزة ولا كذا، دوك نهارين ضايعين في الريفيزيون. ربي يوفقكم ان شاء الله. هذوما 4 نصائح نعاودهم لكم اني. دونك ملخص الحديث، 4 نصائح ذكرتهم لك. اول حاجه ركز على المواد الاساسيه، ما تتبعش اصحابك اللي يبداو هاو ايطاليان هاو درسنا هاو المون هاو انفورماتيك هاو درسنا. دونك ركز كان على المواد الاساسيه، نجاح فيهم هما. ثاني حاجه ما تشتتش ذهنك وتقعد تلوش في برشا بلايص. كان عندك ابونمون في تقي اكاديمي تكفيك، هذيك على الاخر كان ما عندكش هاكا الفيديوهات زاد يكفيوك زاد. دونك ما تقعدش تنقز من بلاصه لبلاصه. ركزي على الكيستيون اهم ريبونس، واستحفظي على صحتك وربي يوفقك ان شاء الله. باهي، تلامذتي يسالوني برشا اسئله، ظل لي حوالي 22 23 سؤال باش نجاوبهم ان شاء الله في حصه مباشره غدوه. تو كي نعمل الحصه نحط لكم جزء تسجيل منها، اما هذوما نصائح عامه للناس كل كان. ربي يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.